بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنكمل في التوتوريال ده. الريتيننج جول، نبص كده نشوف المثال اللي معانا النهارده. معانا السؤال ده عباره عن ايه؟ السؤال ده عباره عن الريتيننج جول، عايزين هو الاول كان عنده بحيره، البحيره دي الارضيه بتاعتها سوفت كلاي، سي بتاعته 1.5 طن على المتر سكوير، فحب يعمل ريتيننج وول هنا. تمام، عندنا الجراوند ووتر تيبل عند الايه جراوند سيرفيس، حب يعمل ريتيننج وول كانتليفر ريتيننج وول في الايه الشور اللي هنا، طيب او البحيره اللي هنا كده. طب علشان اعمل الريتيننج وول على سوفت كلاي، مش هقدر اعمل الريتيننج وول دي على سويل ضعيفه جدا، السي بتاعتها 1.5 طن على المتر سكوير، فنضطر نعمل ايه؟ هنضطر نعمل ريبليسمنت للسويل اللي هنا، يعني اشيل شويه سوفت كلاي واحط مكانهم تربه كويسه، التربه هنا زلطيه، بحيث تقدر تشيل احمال الريتيننج وول اللي عندي. هو ده فعلا اللي حصل، شال شوية سوفت كلاي وحط مكانهم جرافل، الفاي بتاعته ب 38 درجة، وهنا اللايف لود كان بواحد طن على المتر سكوير، الفاي ب 30 بتاعت الريتين سويل، الجاما دراي 1.6، الجاما ساتوريتد 1.9 طن على المتر تكعيب، الارتفاع ده 5 متر ومن هنا لحد هنا كده 1 متر، جراوند ووتر هنسوبه هنا. طالب مننا ايه؟ طالب مننا حاجتين. اول حاجة طالبها مننا عايز ايه هو عرض الريتيننج وول، البي بتاعت الريتيننج وول قد ايه علشان يبقى الاستريس اللي تحتها يونيفورم ستريس، وتاني حاجة طالب مننا الارتفاع او الهايت بتاع الجرافل اللي هنا هيبقى قد ايه، يعني هعمل احلال قد ايه للتربه اللي عندي، وعايز عرض القاعده او الريتيننج وول اللي هنا بحيث الاستريس اللي تحتها يبقى يونيفورم ستريس. زي ما اتفقنا يا شباب مع بعض، اي مساله ريتيننج وول ببدا احسب الاير بريشر وبحسب الفورسز واجيب دراع العزم عند نقطه او اللي هي ابعد نقطه عن الريتين سويل. ده اللي هنعمله دلوقتي. في البداية هنبدأ نحسب الكي اكتف بتاعت السويل اللي عندي، ومنها هرسم او هحسب الايرث بريشر. النقط اللي انا هحسب عندها فين يا شباب؟ قلنا في بداية الحيطة، في نهاية الحيطة، عند سطح المية. لو عندي سطح فاصل هحسب قبله وبعده. اولا الكي اكتف 1 ناقص ساين الفايل اللي عندي اللي هي 30 درجة بتاعت الباك فيل، على 1 زائد الساين 30 طلعت 0.33. بالنسبة لي الاي اكتف جاما في الاتش زائد الكيو ناقص 2 سي جذر الكي اكتف. اول نقطة ما عندناش جاما اتش بس عندي كيو، الكيو بواحد، في الكي اكتف بقت 0.33 طن على المتر سكوير. E2 انت في نفس السويل فتقدر تاخد القيمة اللي قبلك تزود عليها بس الجاما في ال H في ال كي اكتف طلعت 2.97. E3 احنا برضو لسه هي نفس السويل، هزود الجاما في ال H في ال كي اكتف، بس هنا نلاحظ ان الجاما ايه؟ سبمرجد. ليه سبمرجد؟ لان هي ايه؟ تحت المية. بعد ما عملنا الكلام ده هنحسب الفورسز اللي عندنا، نشوف الفورسز اللي عندنا هي ايه. الشكل ده بقى مستطيل هنا كده، مستطيل كبير، خدت الفورس بتاعته او المحصلة بتاعته اي واحد، المثلث ده اي اتنين المحصلة بتاعته، المستطيل ده اي تلاتة، المثلث الصغير ده اي اربعة.
بالنسبة لي الحيطة خدت الجزء ده كده من هنا كده لحد فوق سميته W wall 1، الجزء اللي تحت ده سميته W wall 2، وزن السويل اللي هنا قسمته حتتين، حتة فيه فوق المية W soil 1 اللي موجودة في المية W soil 2. الطول ده كان 1 متر، خدنا الحتة دي 6 من 10، بقت الحتة دي 4 من 10، فرضنا الحتة دي 1 متر، والعرض عندنا ده فرضناه ب 6 من 10، والطول ده قلت ان هو ايه، مجهول. مجهول ليه؟ لان هو ده المطلوب، هو طالب مني عرض القاعدة اللي هو البي، طالب مني هيبقى قد ايه علشان يحقق يونيفورم ستريس تحت الحيطة اللي عندنا. يبقى البي هنا هيساوي 1.6 زائد الاي، 1.6 زائد الاي. هنبدأ نحسب الاوزان اللي عندي بتاعت السويل 1 و2. طبعا سويل 1 فوق المية جاما زي ما هي، تحت المية هنا ايه جاما، خد هنا سبمرجد. بعد كده وزن الحيطة دبليو 1 دبليو 2 كيو لايف لود اللي هو في الحتة دي، لان انا اعتبرت الحيطة بتاعتي رأسيا علشان اقدر اشتغل على بي نظرية رانكن. ففي فورس هنا كيو لايف لود اللي هو 1 في العرض ده اللي هو ايه، الاي 1 الاي 2 الاي 3، كل الكلام ده نقدر نحسبه ونطلع دراع العزم لنقطة او اللي هي ابعد نقطة عن الايه الريتين سويل. ونبدأ نقول كده، نقول احنا كان في التشيك بتاع الاوفر ستريس، كنا بنقول ايه شرط كده، كنا بنقول ان الاكسنتريستي اللي كنا مسمينها اكس اللي كانت بتساوي الام على الان، كان بتساوي رقم معين، وقلنا ان هي كان بتساوي بعد كده كنا بنجيب منها الاي، كنا بنقول الاي هتساوي بي على الاثنين ناقص الاكس دي. طيب علشان يتحقق يونيفورم ستريس لازم الاكسنتريستي اللي هي الاي تبقى بصفر. طب ازاي اخلي الاكسنتريستي بصفر؟ مش احنا اتفقنا ان الاي هتساوي بي على الاثنين ناقص الاكسنتريستي من ايه، من نقطة او. طب ما لو انا خليت الاكسنتريستي من نقطة او اللي هي هنا كانت الاكس اللي هي كان الام على الان، لو خليتها بتساوي بي على الاثنين، يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ يبقى انا خليت الاي الاكسنتريستي من السي جي بتاع القاعدة بيساوي صفر. تمام، احنا قلنا قبل كده ان الاكسنتريست اللي هي الاي هتساوي بي على الاثنين ناقص الاكس اللي هي الاكسنتريستي من نقطة او، الاكسنتريستي من نقطة او من هنا كده لحد هنا كده كنا بنسميها اكس. انا عايز بقى الاي دي تبقى بصفر. اخليها بصفر ازاي؟ لما الاكسنتريستي من او هنا كده تبقى قد نص القاعدة. فهعمل ايه انا دلوقتي؟ هجيب الام نت واقسمها على النورمال فورس. الام نت اللي هي الام ريزيستنج ناقص الام اوفر تيرنينج، الام ريزيستنج ناقص الام اوفر تيرنينج. هنعمل ايه؟ هقف هنا كده عند نقطة او، الام ريزيستنج دبليو 1 في المسافة، دبليو سول 1 في المسافة، سول 2 في المسافة، الام اوفر تيرنينج ده في مسافته، ده في مسافته، ده في مسافته. اطرحهم من بعض، لو طرحتهم من بعض دلوقتي هيديني ان الام نت هتساوي الحاجة دي اللي هي بدلالة الاي. لو قسمتها على الان، الان اللي هي النورمال فورس اللي عندي، الان اهي، لو قسمت الام اللي هي الام نت اللي هي 4.93 اي تربيع زائد 1.578 اي ناقص 16.147، لو قسمتها على الان اللي هي 9.86 اي زائد 8.9، لو قسمتهم على بعض هنا في ايه ناقصة، بس
9.8 6 ايه لو قسمتهم على بعض وسويتهم بي البي على الاثنين زي ما قلنا في البداية، لو سويتهم بي البي على الاثنين البي 1.6 زائد ايه، هطلع من هنا الايه. لو طلعت الايه هقدر اطلع منها العرض بتاع القاعدة اللي هو البي اللي هو 1.6 زائد الايه. يبقى كده قدرنا نطلع البي اللي هو عرض القاعدة اللي هيحقق يونيفورم ستريس تحت الايه الحيطة اللي عندنا. تمام، يبقى في البداية استخدمنا نظرية رانكين، حسبنا الاير بريشر، حسبنا منه الفورسز اللي عندنا. انا خدت هنا الابليفت، خدت هنا الابليفت، ففي الاوزان انا اسف انا قلت في الفيديو ان انا هاخد 9/10، لا هو المفروض هاخد الجاما ساتوريتد 1.9. خلاصة ال W soil او الوزن السويل امتى باخده جاما ساتوريتد؟ لو انا واخد اللي هي الابليفت معايا. يعني مثلا لو انا ما خدتش الابليفت معايا هنا ايه هتبقى هنا سبمرش، بس احنا دايما بناخد الابليفت، فدايما الجاما سويل هتبقى جاما ساتوريتد، هتبقى يا شباب جاما ساتوريتد. تمام، يبقى كده طلعنا اول مطلوب عندنا اللي هو نطلع العرض بتاع الوول. تاني مطلوب كان بيقول لنا عايز السكنس، السكنس ده السكنس ده كده قد ايه، يعني هعمل احلال بعمق قد ايه. طيب هنعمل احلال بعمق قد ايه؟ والله هنشوف هنا السي عندنا بكام، 1.5 طلع المتر سكوير. هنشوف الاسترس لما يتنقل هنا هيبقى قد ايه علشان يساوي البيرنج كاباستي، يعني اساوي اشوف البيرنج كاباستي هنا قد ايه واقول والله الاسترس اللي هنا اللي جاي هنا علشان يساوي البيرنج كاباستي اللي هي اللي هنا 2 سي، محتاج اتش قد ايه، محتاج اتش قد ايه علشان الاسترس اللي تحت الحيطة هنا يبدأ يقل جوه السول، يقل يقل لحد ما يوصل لقيمة 2 سي. هنجيبه ازاي؟ اول حاجة هنجيب النورمال فورس، واحنا عارفين النورمال فورس كانت بكام، كانت 9.86 ال A زائد 8.9 ال A، طبعا طلعت 6.76 8/10 كده جبنا ال N. هقسم ال N على الاريا اللي تحت خالص اللي هي على وش الايه السوفت كلي اللي هي البي زائد الاتش اللي انا نزلته، البي زائد الاتش اللي انا نزلته علشان انا نزلت بميل 2:1، واساوي الكلام ده بالكيو الاوبل اللي هي 2 سي 2 × 1.5 ب 3. هيفضل عندي مجهول اللي هو الايه الاتش، من هنا هطلع الاتش هلاقي نفسي محتاج اتش 16.81 متر، 16.82 متر علشان اخلي الاسترس اللي هنا ايه يوصل يكون مناسب ويكون اقل من او يساوي الكيو اللوبل بتاعت الايه السوفت كلي اللي تحت. يعني محتاج هنا كده اعمل احلال 16.8 متر علشان ايه تقدر السويل اللي هنا تشيل الاسترس اللي جاي ليها من الايه الحيطة اللي معمولة على الجرافل اللي الفايل بتاعته ب 38 درجة. وطبعا ده احلال كبير جدا، يعني ما فيش حد يعمل احلال بالرقم الكبير ده. لو في اي اسئلة مرحب بيها دايما. وبكده انتهى التوتوريال، والسلام عليكم ورحمة الله.